فهاي التجميعة اللي كانت معنا اليوم وبخص فيها الذكر اخوي يحيى صاحب قناة افهم لانه صاحب قناة افهم اللابتوب عنده خرب <applause> إذا بده يحط معجون <applause> إذا بده يحط معجون تبع السي بي يو عشان إله زمان مش حاطط بين المروحة والسي بي يو معجون فخرب الدنيا وكسر اللابتوب فبحكي لك يا مخرب اللابتوبات ألف تحية من عندي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كيفكم اخواني شو اخباركم معكم سعيد من قناة The Breaking Wolf طبعا بهالفيديو جايين نحكي عن تجميعة كمبيوتر جيمينج او للمونتاج ولكن بسعر معقول للاشخاص اللي ما معهم يشتروا اجهزة تكون اسعارها عالية او بالعامية للطفرانين او المطفرين زي ما بيحكوا بالسعودية طبعا بالنسبة لاخواننا المشاهدين اللي من الاردن بنصحكم انكم تشتروا القطع من عند سيتي سنتر او من عند اوبر بي سي ما تشتروا اونلاين ولكل المشاهدين من جميع انحاء العالم حاول انك تشتري القطع المتوفره في بلدك والقطع الغير متوفره ببلدك تطلبها اونلاين عشان توفر حالك قيمه الشحن والجمرك لانه عندنا في الاردن احنا قيمه الجمرك مرات ممكن تطلع 200 او 300% بالمية حسب مزاج الشخص اللي موجود في الجمرك انت وحظك يعني فبالبدايه رح نستعرض القطع المهمه طبعا اللي هي احشاء البي سي او احشاء الكمبيوتر مش راح احكي عن شاشه وماوس وكيس وهاي الشغلات، هاي الشغلات انت دبر حالك فيها، احنا راح نحكي عن احشاء الكمبيوتر اللي راح تشغله فقط مش اكثر، فاليوم باذن الله تعالى معنا تجميعة كمبيوتر للطفرانين، إذا كنت بدك تلعب للجيمنج أو إذا كنت بدك تشتغل مونتاج كمان للمونتاج فهي جميلة جدا ولكن مش واو 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 ولكنها بتعطيك أداء ممتاز في الألعاب وكمان في المونتاج، ويكونوا بعلمكم أنا جهازي مواصفاته أقل بكثير من هاي المواصفات والحمد لله هيني شغال مونتاج ويا محلاها خلينا نفوت على طول طبعا اليوم راح نستخدم موقع بي سي بارت بيكر موقع بي سي بارت بيكر انا شرحته كامل اذا كنت حاب انك انت تحاول تجمع التجميع اللي انت بدك اياها رابط شرحه راح يكون موجود اسفل الفيديو بالوصف عشان ما نطول بالفيديو ما بدي اشرح فانا اخترت القطع جاهزه وراح نحكي عنها طبعا زي ما احنا ملاحظين اخترت هاي القطع اهم قطع اللي هي السي بي يو مبرد السي بي يو بورد الرام الهارد ديسك او الستوريج الفيديو كارد او كارت الشاشه والباور سبلاي طبعا بضل عليك انت الكيس والشاشة والماوس والكيبورد والسماعات، هذول انت اشتريهم من عندك ايش ما كانوا يكونوا بما انك طفران يعني ما بدنا نجيب كيس اه يكون ثلاجة على كل خلينا نشوف شو اخترنا اليوم، طبعا بالنسبة للسي بي يو اخترت الانتل كور اي 5 7600 كي سرعته 3000.8 جيجا هرتز كواد كور طبعا اذا بنفوت عليه زي ما احنا ملاحظين سعره مختلف في كل المواقع في امازون ب214 مثلا في عندك هون بالسوبر بيلز 224 اذا بتقدر تاخذ اي اشي مستعمل خذه مستعمل ما في مشكلة. خذ الرام مستعمل خذ السي بي مستعمل القطع الميكانيكية اللي فيها اشياء بتتحرك لازم تشتريها جديدة يعني زي الهارد ديسك زي مثلا مبرد السي بي ايش في عندك كمان قطع بتتحرك اي اشي فيه قطع ما بتتحرك وثابت خذه مستعمل ما في مشكلة ولكن طبعا بدك تتاكد اول شيء من حالته انه اللي كان مستخدمه يكون معتني فيه يعني السي بي هذا لو بتقدر انك مثلا تحاول تدبره او تدبر اي سي مشابه إله او قريب إله او سي بي اعلى منه مثلا اي 7 اذا بتقدر تدبر السي بي يكون مستعمل بحالة نظيفه وتاخذه بنص السعر مش غلط في عنا السي بي كولر طبعا السي بي كولر انت بما انه عندك سي بي زي هيك انت محتاج ليكويد كولر تبريد سائل او تبريد مائي ولكن عشان نوفر على حالنا قدر المستطاع اخترت لكم هالمبرد اللي سعره 29 او 19 دولار عفوا اهم اشي بنركز على المبرد انه تكون قاعدته من نحاس يعني لو كان كلياته الومنيوم مش مشكلة ولكن اهم اشي القاعدة اللي بالاسفل تكون نحاس زي هيك زي ما احنا ملاحظين نحاس عشان الحرارة تطلع بسرعة ويبردها المبرد طبعا مبرد الهواء اذا كنت انت بدك مبرد هواء كل مكان مبرد الهواء اضخم كل مكان افضل ولكن طبعا كل ما كبرت المروحة ممكن تعطيك إزعاج أكبر شوي بس في بعض المراوح بتكون سايلنت أو ما إلها صوت يذكر فأنا اخترت لكم هالمبرد لا كبير ولا هو مزعج وتبريده جيد وإن شاء الله راح يخدمك وسعره 19 دولار لا أكثر بالنسبة للمذر بورد زي ما احنا ملاحظين اخترنا مذر من آسروك اللي هي بي 250 ام برو 4 ميكرو اي اكس يعني بدك كيس يكون ميكرو اي تي اكس يدعم الميكرو اي تي اكس او الاي اكس والميكرو اي تي اكس والسوكت تبعها ال جي اي 1151 طبعا مطابق للسوكت تبع السي بي يو اللي احنا اخترناه خلينا نفوت ونشوفها سعرها ستين دولار وثمانية وتسعين او واحد وستين دولار زي ما احنا ملاحظين كيوت المذر بورد هيك شكلها جميل يعني لما بدك تحطها في الكيس يعني راح تعطيك شكل كويس وبالنسبة للطفران يعني مش راح يهتم للشكل بس بده الاداء اكيد وانا شخص كنت طفران او كنت مش طفران انا بالنسبه لي الشكل ما بيهمني بيهمني الاداء فقط لا غير اوكي نشوف الميموري او الرام اخترته من كينجستون هايبر اكس فيوري بلاك 16 جيجا طبعا بحكي لك حبتين 8 جيجا 8 8 الرام عندنا دي دي ار 4 خلينا نفوت ونشوفه زي ما احنا ملاحظين هاي الشكل الميموري طبعا نفس الميموري او الرام اللي موجود عندي ولكن اللي عندي انا دي دي ار 3 مش دي دي ار 4 ومع هيك يعني معطي اداؤه زياده فهم تقريبا 8 جيجا كويسات لجيمر ولكن احنا اخترنا 16 عشان تكون التجميعه مناسبه للي بدهم يلعبوا جيم وللي بدهم يعملوا مونتاج، يعني عشان تشغل الافتر افكت هاي مثلا المواصفات اللي يعني ها يلا يلا تقدر تشتغل على الافتر افكت براحتك فيها. طيب نشوف شو في عندنا كمان الهارد اخترته من ويسترون ديجيتال بلو 2 تيرا بايت طبعا سرعته 5400 ار بي ام 5400 لفه بالدقيقه سعره 66 دولار خلينا نشوف هي شكله جميل جدا طبعا اذا انت كنت بدك اس دي طبعا راح يكون اغلى ما بعرف اذا بتحب تضيف اس اس دي انت ضيف اس اس دي انت براحتك ولكن انا اخترت هاي التجميع حكي عشان نوفر حالنا ونعصر حالنا قدر الامكان بالسعر طبعا في عنا الفيديو كارد اخترته من زوتك جي فورس جي تي اكس 1050 تي اي بيجي الرام تبعه 4 جيجا ميني فيديو كارد كارت الشاشه حجمه صغير مش كبير طبعا سعره 138 دولار و99 سنت او 139 دولار زي ما احنا شايفين هاي شكله شكله شنع ولكن يعني احنا بدنا كرت يعطينا اداء ما بدنا يعطينا شكل طبعا بامكانك زي ما حكينا تعدل على التجميع براحتك الباور سبلاي اخترت اقل البوارات واشي يشغل كل هاي التجميعه كامله كول ماكس 500 وات زي ما احنا ملاحظين سعره 38 دولار 99 او 39 دولار ما هي شكله زي اي باور سبلاي ما في شكل ممتاز او ما في شكل خاص فيه يعني او لون اسود او مش ملون يعني اشي بس يعطينا اداء مش اكثر طيب ننزل نشوف كم سعر كل هاي التجميعة سعرها كلها على بعض طلع معانا 681 دولار اوكي 681 دولار طبعا هون حاسب لنا اياها نهائيه مع الشيبنج ومع مش عارف شو خلينا احنا ناخذ متوسط 650 دولار خليني اروح احولها لاردني وريال ونشوف كم بيطلعوا طبعا حكينا احنا خلينا ناخذ كمتوسط كم 650 دولار 650 دولار بيطلعوا عندنا 460 دينار اردني ف 460 دينار اردني على مواصفات زي هاي مش حرام راح تعطيك اداء جميل جدا واداء اكثر او افضل من كمبيوتري طيب خلينا نشوف بالريال السعودي كم راح تطلع معانا بالريال السعودي بيطلع معانا 2437 ريال سعودي فاظن هذا السعر بالنسبه لكم برضو جميل وكويس وما في اي مشاكل بالنسبه للاخوان السعوديين يعني السعر مش كثير خرافي طيب خلينا نشوف مواصفات جهاز اللي انا شغال عليه حاليا طبعا مواصفات الجهاز مش واو ولكنها معطيتني اداء رائع جدا خلينا نشوف اول شيء الرام والسي بي يو السي بي يو عندي زي ما احنا ملاحظين كور اي 5 الجيل الرابع 4460 اللي سرعته 3020 جيجا هرتز طبعا الرام عندي 16 جيجا دي دي ار 3 من كينغستون اللي هو هايبر اكس أه الهارد ديسك عندي 2 تيرا بايت من آه سي جيت وكمان 1 تيرا طبعا هارد ديسكين عندي 2 تيرا بايت من سي جيت و1 تيرا من وسترون ديجيتال كارت الشاشه عندي خلينا نشوف كارت الشاشه زي ما احنا ملاحظين كارت الشاشه عندي جي فورس جي تي اكس 970 من أسوز واللي حجمه 4 جيجا الرام تبعته بتكون 4 جيجا طبعا اللي عندي جي تي اكس 970 من أسوز اللي هو التيربو فزي ما احنا ملاحظين مواصفات جهازي اقل بكثير من التجميع اللي انا فرجيتكم اياها ومع هيك ادائها رائع جدا والحمد لله يعني مكفيتني و بالنسبة لي ممتازة لشغلي وبإمكاني أشتغل أفتر إفكت كمان ولكن على الأفتر إفكت ممكن ها شوي تزعجني شوي صغير يعني مش كثير فهاي التجميع اللي كانت معانا اليوم وبخص فيها الذكر أخوي يحيى صاحب قناة إفهم لأنه صاحب قناة إفهم اللابتوب عنده خرب <applause> إذا بدي يحط معجون <applause> إذا بدي يحط معجون تبع السي بي عشان إله زمان مش حاطط بين المروحة والسي بي معجون فخرب الدنيا وكسر اللابتوب فبحكي لك يا مخرب اللابتوبات الف تحيه من عندي والتجميعه هاي كانت عشان نخدمكم انتو ونخدم فيها اخونا يحيى لانه طلب مني تجميعه تفيدوا بالمونتاج لانه انتو بتعرفوا انه شغله كلياته افتر افكت وفوتوشوب طبعا فعلى بكون انتهيت من الفيديو ان شاء الله تكون هالتجميعه عجبتكم اذا في عندكم اي اقتراحات او اي شيء اتركوا لي ارائكم تحت الفيديو وبالنسبه لهاي التجميعه إذا كنتوا بدكم إياها نفسها راح كنت تارك لكم رابطها أسفل الفيديو بالوصف إذا كنت حاب إنك تجمع مثلا تأخذ الرابط تبع التجميعة وتفرجيها لأي محل كمبيوترات عندك إذا في عندك حدا مثلا بفهم في المواضيع وزي ما حكينا عنا أخواننا في الأردن روحوا على شارع الجاردنز على السيتي سنتر وعلى الأوبر بي سي أسعارهم جيدة نوعا ما ولكن غالي شوي وبرضه بتضل أفضل من إنك تشتري أونلاين لأنه لما بدك تشتري أونلاين بدك تدفع سعر القطعة وتدفع شحن وتدفع جمرك كمان فراح تطلع عليك التجميعة بدل ما هي مثلا سعرها 600 دولار راح تطلع عليك ب 1700 دولار بعد كل هالعمايل هاي لهون اخواني بكون انتهيت وصار لازم اودعكم واحكي لكم شكرا للمشاهدة ويعطيكم العافية كان معكم اخوكم سعيد من قناة ذا Breaking Wolf السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته